اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يبر مواليك ولا يعز من عاديك، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم ونكس أعلامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وذلل الكفر والكافرين، وذلل الكفر والكافرين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واخذل من خذل المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم انصر جيوش المسلمين في كل مكان وفي كل مقام. اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواتنا في فلسطين.
اللهم احفظ شفيعاتنا في فلسطين، اللهم احفظ امهاتنا في فلسطين، اللهم احفظ امهاتنا في فلسطين، اللهم احفظ مسجد الاقصى، اللهم احفظ مسجد الاقصى، اللهم احفظهم يا الله وارحمهم يا الله وارحمهم يا الله وارحمهم يا الله، اللهم احفظنا يا الله، اللهم انصرنا يا الله، اللهم احفظ الحرمين، اللهم احفظ مساجدنا، اللهم احفظ مدارسنا، اللهم احفظ علماءنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، ارحم حالنا وارحم عيالنا وارحم أولادنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم يا ستار العيوب استر عيوبنا، استر عيوبنا، استر عيوبنا، اللهم يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، اللهم يا اشف مرضانا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، واشف مرضى كل المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، والمسلمين والمسلمات، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا مرضا إلا هديته ولا حاجة هي لك أيضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
لله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم يا غفار اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا 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 ولزوجاتنا ولزوجاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إنا نعوذ بك من المحتم والمغرب، اللهم إنا نعوذ بك من المحتم والمغرب، يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ستار يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ارحم حالنا وارحم عيالنا وارحم أولادنا. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله على النبي.